السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة 1 يناير سنة 2022، يعني أول يوم في السنة الجديدة وأول يوم برضو في الفرج المنتظر واليسر القادم. مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا، يعني دايما بعد العسر ان شاء الله يكون في يسر ويكون في خير. واحنا بقالنا سنتين بنعاني وفي عسر، فمتوقعين ان شاء الله ان سنة 22 هو ده بقى وقت اليسر بإذن الله تعالى، ويكون وباء كوفيد 19 انتهى تماما وخرجنا منه بدروس كتيرة. فحبيت عمل فيديو في هذا اليوم اللي هو اول سنة، اول يوم في السنة الجديدة، بإن أقول لكم كل سنة وإنتم طيبين، وبإذن الله تعالى هذا العام يجي علينا جميعا بكل خير وبكل بركة وبكل سلام وصحة وعافية. نحاول بقى إيه في هذا اليوم الجميل إن شاء الله نجاوب على بعض الأسئلة من الإخوة المتابعين اللي جم وسألوا على قناة اليوتيوب، فخليكم معايا نشوف الأسئلة والرد عليها. ده كده السؤال الأولاني من واحد اسمه كذا الغرائب والعجائب، بيقول: أنا يا دكتور كنت في حصة مساج والمدلكة كانت مجروحة، على طول هيقول لك العدوى ومش عارف إيه، وعملت كانت مجروحة في صباحها وعملت تحليل بعد 100 يوم وطلع سلم. الرد بتاعي لو أنا مكانك ما كنتش عملت أساسا تحليل، لأن ما بتنقلش العدوى، ما بتتنقلش بهذه الطريقة. اللي بعد كده واحد اسمه النجم الساطع ولا مش عارف إيه، واحد اسمه النجم بيقول: سلام عليكم يا أروع دكتور في العالم. ماشي يا سيدي، كتر خير. سؤال: عندي تشخيص الإصابة للزوجين في نفس اليوم، هل ممكن معرفة من هو مصدر العدوى للآخر، الزوج ولا يعني على اساس ايه؟ يعني ده ايه الزوجين النحس دول؟ معقول؟ سؤالك يا اخي سفسطه بصراحه. يعني هو بيفترض ان اتنين متزوجين راحوا عملوا التحليل هم الاتنين في نفس اليوم وطلعوا من حظهم النحس ان هم الاتنين ايجابي، يا ترى مين اللي عدى التاني؟ يعني بصراحه مش عارف ارد ولا بلاش. يعني هو ما فيش طريقه طبعا لمعرفه مين اللي عدى التاني، يعني لكن لو كانت في مجتمعاتنا الشرقية فأكيد الراجل هو اللي بيخبص وهو اللي بيعك وهو اللي عدى مراته. يعني أخونا التاني اسمه سهمي ولا مش عارف إيه، هو نفس مناع، هو نقص مناعة ولا إيدز؟ أرجوك HIV، يعني تقريبا كده بيقول لي HIV ده يعني إيه، إيدز ولا نقص مناعة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي، ما كلف نفسك وحط كلمة HIV على جوجل وانت تعرف كل حاجة. ما هو ده، هو ده يعني إيدز هو نقص مناعة. هو في مرضين، مرض نقص المناعة المكتسب البشري هو مرض الإيدز. السؤال هو برضو نفس أخونا ده بيقول إيه، سهمي ده ونفع. الأول طلع إيجابي والتاني طلع سلبي والتالت بعت التحليل إلى فرنسا والنتيجة بعد 10، معلش يمكن الكلام متلخبط عشان انجليزي في وسط عربي. يعني اللي انا فاهم ان هو عمل تحليل، اول واحد طلع ايجابي، واحنا بنقول الايجابي ده ما بنعتمدش عليه الا لما بنعمل تحليل تاكيد، عمل تحليل تاني وطلع سلبي، خلاص راح عمل تحليل تالت بقى ومستنى 10 ايام، فاستنى 10 ايام اكيد هيطلع سلبي برضو. واحد تاني اسمه نواف بيقول: بعد 46 يوم هل ده قطعي تحليل بي ان دي سي، هيباتيتس بي ان سي، هل ده قطعي بعد 46 يوم؟ قطعي بعد 46، قطعي بعد شهر، قطعي اي واحد منه. واحد تالت بيقول هو نفسه كومبو بعد 45 يوم، يا دكتور قطعي؟ اكيد قطعي. يا ريت يا اخي تشوف المقاله اللي انا بعت لك اللينك بتاعها ده وانت تعرف التفاصيل كلها بخصوص القاطع ومش القاطع، لكن الرد عليك هو قاطع. الأخينا ناصر ديب بيقول: كل سنة وانت طيب يا دكتور هلال. يا سيدي كل سنة وانت طيب وأشكرك جزيلا. محمد أبو نور بيقول إيه بقى يا دكتور هلال؟ أن الله يطول بعمرك مع الصحة والعافية ومن قام معك من العمل. طيب يا سيدي كتر ألف خيرك وكل سنة وانت طيب يا أستاذ محمد أبو نور.
يا دكتور انا عملت تحليل سريع للايدز بعد 85 يوم. اخونا ده ردنا عليه كذا مره يعني، وقلت له في الرد بتاعي في فيديو بتاع امبارح اظن نشر امبارح، ان لو انا مكانك ما كنتش خلاص هعتمد على التحليل بتاع 85 يوم، لكن لو انت قلقان يعني هنعمل لك ايه، روح اعمل تحليل تاني عشان تخلص من القلق اللي انت فيه، لكن لو هتبقى زي حالاتي خلاص بتتوكل على الله وتعتمد التحليل اللي هو بعد 85 يوم. وبكده أكون خلصت الفيديو بتاع النهاردة، وأساس الفيديو أساسا أنا عامله عشان أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله نشوفكم في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.